مين ده؟ أشوف مين ده اللي جاي يهددك. أنت؟ نعم. عايز إيه يا سليم يا شادي؟ جبت لي عمتك يا رندا؟ بتخوفيني؟ بره، اطلع بره. أما صحيح اللي اختشوا ماتوا، ده ابني هو اللي اتقتل استهانه، والبنت دي هي السبب. بقول لك إيه؟ أنا بحذرك يا سليم، اللي أنت بتعمله ده خروج عن القانون، بتقتحم حرمة بيت، ملكية خاصة. واللي عمله ابن أخوك ده اسمه إيه؟ سعد ابني الوحيد اتقتل، ولا يمكن هسيب طارو أبدا. طارو؟ طارو من مين؟ من اللي يعجبني، من اللي أحس إنه يستاهل إنه يتقتل، لازم يموت زي ابني ما مات. بقول لك إيه؟ أنا عايز أفهم، أنت ليه مش قادر تفهم أبدا إن ابنك ده كان إنسان صعب جدا، لسانه طويل، فالت، بيتكلم عن كل الناس وفي أعراض الناس. وابن أخوكي بقى إن شاء الله لسانه حرير ولا بلسم؟ مش دي اللي خطفها ابن أخوكي من ابني؟ مش دي اللي قتل ابني عشانها؟ ابنك محدش قتله، الأولاد اتخانقوا مع بعض، محدش قتل حد. مات كده لوحده يا حبيبتي؟ ومين إن شاء الله بقى اللي حفظك الكلمتين دول؟ المحامين بتوعكم؟ ما تقول كده على بلاطة. عايز إيه يا سليم؟ عايز الدية يا طنط. دية؟ دية إيه إن شاء الله؟ دية قتل سعد ابني، أنت مش مسلمة ولا إيه؟ لا مسلمة وموحدة بالله كمان، وتطلع كام بقى الدية دي؟ 100 مليون جنيه. نعم. ما يخسوش مليم واحد، الفلوس دي الحمد لله أنا مش محتاجها، أنا مليونير، لكن هاخدها عشان أحرق قلبك عليه. بقول لك إيه؟ إلزم حدودك، اتكلم بذوق. أنا بتكلم بذوق، الفلوس دي هاخدها عشان أبني بيها جامع، ومجمع طبي كبير باسم سعد ابني، واللي يفيد هوزعه على روح الغلابة والمحتاجين، رحمة ونور على روحه. أكيد راجل مجنون. بقول لك إيه؟ المحاكم عندك، خد منها اللي أنت عايزه. هاخد، ده مش كده وبس، أي محامي هيقرب من القضية بتاعتكم همنعه، إن شاء الله أديله دم قلبي. أنا لا يمكن أهنالي بال ولا يجي لي نوم إلا ما أخد بطاق ابني. برا برا، يلا برا برا. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة في تجديد حبس المتهمة عزة أحمد الملاح والمتهمة مايا أبو زيد المصري، والإفراج عنهما بكفالة 10,000 جنيه لكل منهما، وينفذ الحكم بالمسودة. رفعت الجلسة. كتر خيرك يا أستاذ، ربنا يخلي لك بنتك يا رب. أنا أبو زيد المصري أبو مايا. أهلا وسهلا. حطيتك ليك عندي 10,000 جنيه كفالة بتوع مايا، لو سمحت اديني فرصة شهر بس سددهم لك كلهم. على مهلك على مهلك، القضية لسه طويلة وأنا وأنت هنتقابل كتير إن شاء الله. عزة لازم نتقابل، في كلام كتير قوي بينا لسه مخلص، وانت الظاهر ابتديتي لعبة جديدة. انا؟ ايوة. ايه اللي خلى المحامي بتاعك يعرف موضوع الجواز؟ معرفش. فين مدام هند؟ مشيت يا بيه، دي ركبت عربيتها وطلعت بيها على طول. وازاي تسيبها بني ادم؟ ونعمل ايه يا بيه؟ انا كان عندي مشكلة الاستاذ خليل، كنت بسكت فيه وهدي فيه علشان كده ملحقتهاش. يا سعادة البيه ده كان عايز يحبس بنتي. تعالى يا احمد تعالى، عايزاك. القضية دي تخلص، مفهوم؟ لا طبعا مش مفهوم، بنتي هتيجي معايا، ده اتفقنا. البنت امتحاناتها بعد شهر ونص يا هانم. امتحانات ايه؟ انا ما يهمنيش امتحانات، ما تهمنيش الجامعة، مش عايزة شهادات. انا هفتح لها اكبر مشروع وهجوزها اغنى راجل في مصر. وطي صوتك، شكلنا بقى وحش قدام الناس. بنتك كبرت دلوقتي وتعرف مصلحتها كويس، واللي هي هتقول عليه انا هنفذه. عزة. مامي من فضلك الموضوع لسه ما خلصش، وانا عايزة اكون مع بابا، مش عايزة ابقى مع حضرتك. وبعدين بقى ممكن تسيبينا عشان ندور على ست المحاميه اللي خرجتني من السجن عشان نشكرها كده؟ طيب ماشي ماشي يا استاذ. وانت يلا، انت تاني. يلا يا سيدي يلا. بابا انا مش متضايقه من ماما ولا بعملها وحش، بالعكس انا بحبها جدا، خصوصا انها ما سبتنيش لوحدي وقفت جنبي في الازمه اللي كنت فيها. على فكره انا مبسوط قوي يا حبيبتي انك بتحبي ماما. انا بحب ماما بجد، بس دايما بتضايق من تصرفاتها واسلوبها، بحس انها دايما كده بتضايق. هي طول عمرها كده عناديه ودماغها ناشفه، عارفه
طب ما هنوصل البيت دلوقتي، هلاقيها واقفه مستنيانا في العربيه. ايه ده، هو احنا هنروح على البيت كده على طول؟ امال هنروح فين؟ مش هندور على مدام هند ونشوفها كده ونقول لها ميرسي على اللي عملته؟ ايوه ايوه يا حبيبتي، بس انت لازم تروحي البيت تاخدي دش وتغيري هدومك لسه دي. لا والنبي يا بابا، عشان خاطري نشوفها هي فين ونروح لها. حاضر حبيبتي، اتصلي بمدام هند. حاضر. على فكره انا مش هشكرها وبس، انا هعزمها على عزومه صغيره كده على العشاء كمان. وتخليها يا بابا تكمل معايا وتبقى المحاميه بتاعتي على طول. قفل التليفون. طب اتصل لي بمدام بوسين، عارفها؟ طبعا عارف. اتصلها واديها لي. الو. اهلا يا احمد بيه، ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. اؤمر هند الخشاب عندي؟ لا طبعا، هي اساسا في اسكندريه. لا ما اعرفش، كانت معاك في المحكمه. غريبة، يمكن تكون في السكة أو يمكن تكون راحت شقتها في الشاطبي. لا ده أنا لازم أطمن عليها، أنت كده وغوشتني. أصل هند لا يمكن أبدا تنزل اسكندرية من غير ما تديني خبر. طيب يا أحمد بيه، لو لقيتها خليها تتصل بحضرتك. مع السلامة. الو. ايوه يا طنط بوسين، الله يسلمك. ما اعرفش اذا كانت ماما سافرت اسكندريه ولا لا، انا بقيتش اعرف اي حاجه في البيت خالص يا طنط. ماما تروح تيجي، انا ملياش دعوه، وهي حر. اوكي يا طنط، مع السلامه. اليانسون، هي ماما سافرت اسكندريه تاني؟ ما عنديش فكره اذا كانت مسافره ولا مش مسافره. هي صحيت من بدري وشربت القهوه وخدت العربيه والسواق وخرجت. بدري الساعه كام؟ الساعه 5 الفجر. لا 5 الصبح. يعني انت عايزه تقولي لي ان ماما صحيت الساعه 5 الفجر وخرجت وما قالتلكيش هي رايحه فين؟ والله ما قالت لي. ماشي. احضر لك الفطار قبل ما تروحي الجامعه. انا مش رايحه الجامعه النهارده، ولا اقول لك مش رايحاها خالص لغايه الامتحانات ما تخلص. واذا كنت عايزه تنضفي اي حاجه في الهول اتفضلي نضفي، لان المواعيد جايه النهارده الساعه 5. يعني انت متاكده ان الاستاذه هند مش في شقتها فوق؟ ايوه يا بيه، شقه مقفوله ومفيش فيها حد، وانا لسه نازله من الشقه اللي جنبيها. وبعدين حضرتك بتسال عليها ليه؟ معايا جواب وعايزه اوصله لها. طب ما عندها مكتب في محطه الرمل مسكوا الاستاذ جاب، روح له وادهوله. ومنك نستفيد. شكرا. العفو. مش موجوده يا احمد بيه. مش بس مش موجوده، دي ما جاتش من اساسه. بس البوابه فكرتني بحاجه كنا ناسيينها. الاستاذه هند كانت الصبح في المحكمه ومعاها الاستاذ جابر المحامي. ممكن نروح نساله، اكيد هيكون عارف مكانها دلوقتي. ما هو قطعا هيكون معاها يا زكي. بقول لك ايه، انت تطلع على المكتب دلوقتي، انا وعزة هنروح على البيت عندي عشان نتغدى، بعد كده هاجي لك على المكتب. عايز كل الموظفين يكونوا جاهزين هناك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضل يا فندم.